السلام عليكم، اهلا بكم في قناة حسيمان شو. اليوم جايب لكم قصة. اول شيء قصة هذه فيها نصيحة، ثاني شيء قصة حقيقية واقعية منقولة من قناة في اليوتيوب، بس انا اخذتها وعايز اقولها بطريقتي. ممكن في ناس سمعوها قبل كده، لكن انا هقولها بطريقتي وان شاء الله تعجبكم وتحبونها. قبل ما نبدأ القصة، لا تنسونا بالاشتراك واللايك والشير، وتنسون كمان من التعليقات الجميلة. نبدأ، بس في واحد هناك ما حط لايك، حط لايك عشان نبدأ الحين. القصة عن إنسانة لطيفة تحكي وتقول إن زوجها طبعا تحكي وتقول إن زوجها انتقل إلى وظيفة جديدة في أحد مدن السعودية. انتقل للوظيفة الجديدة بعد ما كنا ساكنين في حينا أو في قريتنا. طبعا هذه الإنسانة تقول إني كنت عايشة في قريتنا طبعا في أحسن حال ومبسوطة وكل شيء، لكن اضطريت بعد ما يعني كلمت زوجي إني أبغى في القرية وما أبغى أترك، وأنت عارف إني تعودت على الجيران وكل شيء وحبيت، لكن بعد إصرار من زوجي وبعد إن العمل ألزمنا إن يعني عمل ألزمه إنه يترك ينقل من القرية إلى المدينة من مدن السعودية. طبعا أنا مش أسوي، خصوصا إني يعني عندي 4 بنات أعمارهم من فوق 20 ومحتاجين أبوهم، كده صعب إنهم يكونوا مسلمون في ديرة وبناته في ديرة، أو يعني صعب، يعني صعب تكون، خصوصا ان البنات برضو محتاجين ابوهم زي ما هم محتاجين لي بعد. ففي النهايه قررنا فعلا ننقل الى المدينه اللي في السعوديه، المدينه من احدى مدن السعوديه طبعا غير ما ذكر اسماء، وفعلا نقلنا والحمد لله. طبعا استاجرنا بيت هناك، كان بيت كبير وممتاز، بس كان في مكان كان كويس نوعا ما، يعني كان في تقريبا في وسط المدينه يعني تقريبا كده. والحمد لله هناك استقرينا وتعرفنا هناك يعني تعرفنا على جيران هناك واموره تمام. وكان في شيء يعني جنب قريب من المدينه، قريب قصدي من البيت حقنا في المدينه، حصلنا في هذه حديقه صغيره كده حلوه، فيها يعني يعني زي ما تقول فيها جلسات وفيها يعني فيها زرع وكذا، ومنطقة جميلة وهادية، حتى شوية باردة كان فيها، طبعا كان فيها نوافير وكذا وكانت باردة وحلوة يعني. فنحن كنا نحب كل جمعة يعني ناخذ نمشي نجلس في الحديقة هذه ونجيب القهوة، وانتوا عارفين الوضع، القهوة والشاهي ونجلس فيها ونجيب معنا حب ومدبوش دائما كذا كل جمعة نجي. طبعا زوجي يكون في العمل، انا وبناتي كل مره نجي نجيب معاه القهوه ونجلس نسولف وزي كذا، فتعودنا على الوضع وصلنا برضو عندنا جيران وحبينا المنطقه نوعا ما وتعودنا. بعد كنا من الغريه نقلنا للمدينه، لقينا نفسنا خلاص تعودنا على المكان الجديد وحبيناه صراحه، فكان وضعنا ممتاز طبعا. وكنا دائما ننزل الحديقه، مرات كان يجون جيراننا معانا يعني يجلسون ويكون معانا وكذا، ومرات ما يجي احد نروح لحالنا، بس احنا متعودين كل جمعه لازم نروح. فمرات بيكون معنا جيران ومرات جيران ما بيكونوا مشغولين او طالعين يعني مكان خارج يعني برا يعني. فطبعا هذا اللي صار. ويجي يوم من الايام، قلنا يوم من طلعتنا للحديقه هذه كان يوم جمعه طبعا، سبحان الله جاتنا مرأة كده حرمه، كان جالسه كده بعيده مننا شوي، وكان جالسة لحالها ما كان داحات، وشايفة كانت حاطة قهوة وتشرب لحالها وجالسة كده، وكانت ما كانت حولنا أبد يعني. فنحن شفناها وزي كده وكنا حالنا، ما كان في أحد كثير، ما كان في ناس كثير في الحديقة يعني كلهم، بس هذه هي الوحيدة كان قريبة مننا، كان في ناس بس كانوا بعيدين مننا وكان جالسين على الكراسي، نحن يعني نحب نجلس على الأرض، في ناس بتجلس على الكراسي. فطبعا شفناها كده جانا فضول، شفناها جالسة لحالها قلنا خلينا نروح عندها ناخذ معها سؤال، يبدا ما هي جالسه لحالها وكذا ما عندها احد. فانا اول مره صراحه هذا اول مره نشوفها هناك في الحديقه ونتعرف عليها. طبعا نحن بنحب نتعرف، خصوصا الناس اللي تعرف ان احنا جايين من قريه وجديدين حابين نتعرف على الناس وزي كذا، فقلنا نتعرف عليها، احتمال جارتنا جديده ولا شيء، فقلنا نتعرف عليها وزي كذا. طبعا هذه الحديقه في الحي حقنا يعني، فاكيد قلنا اكيد واحده من الحي يعني، احنا ما كنا عارفين وين مكانها وكذا. طبعا مشينا عندها
وحاولنا ناديها عندنا تعال جلس معنا احسن ما تجلس لحالك، تعال جلس معنا وزي كذا، وكلمناها وكذا. طبعا هي شكلها كانت طيبه وبالامانه كذا، كانت عسل وطيبه وظريفه وكل حاجه. طبعا قالت خلاص تمام، وفعلا جات عندنا وبدات تتعرف علينا ونعرفها على البنات اللي معاي. طبعا انا عندي 4 بنات وتعرفت عليهم وشفناها وتعرفنا عليها. وسالناها انت ما قاعد نشوفك في الحديقه على طول؟ تقول والله انا فعلا ما اجي، هذه اول مره، وانا يعني تو سكنت قريب من بسوان في نفس الحياه بس شوي حولكم. قلت لنا انا ما اكيد لقيت حديقه، قلت والله زين خلنا اجلس فيها دام في كيفها حلوه كده وبارده وحلوه، فقلت اجلس فيها وزي كده. طبعا وقتها كان شوي الجو يعني مو ذاك الحر يعني الجو، بس كان يعني الميزه حق الحديقه هذا كان بيرشونها مويه على طول وزي كده، فتكون بارده خصوصا في زرع وشجر وكده. فقالت انا حبيت اجلس وحبيت اجلس، فصرت فكرت صرت انا كل مفكر ان من يوم ابدا على طول اجينا، وكويس ان تعرفت على ناس هنا كمان عشان يحمسني اني اجي كل يوم وزي كذا. والله احنا نجي كل يوم لكن احنا نجي كل جمعه. قالت ما في مشكله، لكن كويس ان تعرفنا عليكم زي كذا. فعلا صار يسولف، ويمكن حتى احنا من عاده نطلع، قال احنا نطلع عندنا من الحديقه نجلس كذا لين المغرب، يعني حول نجي من العصر لين المغرب كذا ونمشي ما نجلس كثير. بس صراحه لما جت الحرمه هذه جلسنا لين العشاء وسولفنا والجو كان حلو، والبنات حبوا هذه الإنسانة. طبعا هي عمرها كذا يعني كبيرة في السن، يعني عمرها على 50 55 سنة تقريبا، يعني نحن ما سألناها عن عمرها بس يعني حسينا منها، حسيناها كذا بال يعني بال يعني بال بشكلها وكلامها كذا، حسينا إنها إيش، إنها كذا في حدود العمر هذا. وفعلا صرنا نسولف معها، وفعلا فعلا صرنا صارت تيجي كل جمعة، عرفت صرنا نجي كل يوم، صارت تيجي كل جمعة ونفس القصة، نسولف معاها ونجلس معاها، وصرنا ننتظر متى يجي الجمعة عشان نجلس مع هذه الإنسانة ونسولف معها. خلاص صارت صديقتنا، حتى البنات حبوها وكلهم حبوها، وهي ما شاء الله صراحة يعني تحب السوالف وحقت سوالف ومرحة كل شيء. والحمد لله الأمور تمام. في يوم من الأيام يعني شفناها كذا، قلنا خلاص ليش ما يوم من الايام نعزمها، ليش على نقابلها بس في الحديقه؟ خلاص تيجي عندنا البيت بعد، دامها جالسه تقول انها جالسه لحالها وكذا ما عندها احد، خلاص تيجي تسولف معنا. مثلا ما لازم تجي كل يوم جمعه، تجي اي يوم مثلا، وزوجي في العمل، خلاص تيجي تسولف معنا وتجي عندنا البيت ونصير يعني نتقرب عليها اكثر، دام حبيناها يعني. فعلا دعيناها المره الاولى، واول مره قالت لا والله ما بقدر اليوم وكذا، خلها ان شاء الله يوم ثاني ونتقابل ان شاء الله. وفعلا بعد كذا يوم طبعا جت عندنا البيت، وفعلا طيفناها وكرمناها واي شيء، والحمد لله واموره تمام، كانت معانا ومبسوطين منها. وصارت كمان تحب بنات، تقول والله صرت احبكم يعني اعزكم معزه خاصه وزي كذا، وما قابل اي احد طرف عشانكم انتم حبيتكم زي كذا، والامور تمام. بعد فتره كذا، بعد كم كذا يوم كذا، دقت علينا قالت لنا هلا فلان كيف، هلا والله شلوني. قال يا اخي انا عازمه بنت عماتي وعزيمة عائلية، وعندي استراحة، حبت ان طبعا كلها جلسة حريم، يعني جلسة حقت حريم وقعدت حقت حريم، ايش رايك تجيبي بناتك وتجلس عندي؟ نجلس عندنا ونسولف وجلستنا حلوة وسواليف احسن من البيت، وتجي اجي عندك البيت، تجي عندي البيت، تعال عندنا يا زون فيلا هناك، وعاد انك تعرف كمان على اقربائي وبنات، يعني كلهم حريم اللي هناك يعني موجودين في الاستراحة، تعال عندنا ونسولف وزي كذا. فطبعا ما حدا ما شاك في الانسان عادي يعني، طبعا ما عندها مشكله. هي طبعا شوي تردد، خلاص بكلم زوجي وبشوف ان شاء الله بكلمه، وان وافق ابجي عندكم طبعا ونجلس معك ان شاء الله اليوم كله، حتى نجيك بدري كمان وحتى نساعدك في الطبخ وكل شيء هناك. قالت له والله ابد، راح تكون زياره مباركه وراح انبسط فيكم بالعكس يعني. طبعا هم انياتهم فعلا كلم زوجها، طبعا زوجها في البدايه كان كلها على استراحات، ما استراحات دي انا ما بحبها ولا والاستراحه دي مشكوك فيها وكذا انا ما احبها. فهي طبعا صارت تزين على زوجها لين وافق، وقال خلاص اكيد ما تتاخروا في الليل وزي كذا. قالت ما في مشكله ابد، احنا ان شاء الله كذا على الساعه 11 كذا او اقل من 11 احنا نرجع البيت، ما راح نطول ان شاء الله. وخلاص تمام فعلا زوجها طبعا كان عند السياره، ركبوا كلهم ركبوا في السياره حقت زوجها، وفعلا كان متفقين انه يوم الجمعه اللي جاي، طبعا الجمعه اللي ثاني، انه يروحون عند مين. وفعلا زوجها جاء خذاها قبل ما يمشي الدوام مره، خذاهم ووداهم عند الاستراحه هي والـ4 بنات تمام، وراح حلو حلو. طبعا هي المشكله طبعا
طبعا لما دخلت الاستراحه وزي كذا، دخلت كذا قلت طبعا استراحه كبيره وكذا، تاكيد ما استغربت اني ما لقيت فيها اي احد غير هذه الحرمه. دقت على عند الباب وزي كذا، انت وين؟ قالت انا والله جيت، ها انت وينكم؟ المهم لين وصلت الموقع او ما وصلت، دخلت الاستراحه. طبعا ما كان في اي احد في الاستراحه، طبعا الحرمه سلمت عليها واهلا وسهلا، وقلت سالتهم غريبه وين بنات عماتي كذا، قال لا والله هم بيجون شوي بس جايين بدري شوي وزي كذا. طبعا هم كانوا جايين فعلا بدري كذا شوي، خلاص ما مشكله ممكن ساعة ساعتين كذا يشافوهم كلهم جو. قالت ما في مشكلة، دام احنا خلاص ما مشكلة، خلاص حتى نحن نتجهز ولسه عندي. هي طبعا كان جايبين معهم اغراض، جايبين معهم اشياء وعشان الجلسة والفلة يعني، ابي معهم شارين اغراض شارين مدري وشو، قال عشان نجلس ونسولف في الله. والبنات كانوا فرحانات. طبعا سبحان الله في اللحظة هذه كانت الحرمة تكلم، قالت دقيقة دقيقة خلاص خليكم انتوا في الغرفة هذه، شافت غرفة استراحة كبيرة، قالت تجي تضبط وضعكم ويستريحوا وذا، وانا ان شاء الله كذا عندي شيء كذا بسويه واجي. شوي كذا دخلت الغرفة الثانية، هم بس على الغرفة على غرفة محترين زي كذا. طبعا البنات كانوا يجهز نفسهم ويسرح نفسهم ويضبط وضعهم ويشوفوا ايش النواقص زي كذا، يعني تعرف هذه التجهيزات حقت البنات وزي كذا. اي سبحان الله، كانت في بنت من البنات كان في تدور لها ادولها مشط يعني زي كذا، انا كانت ناسيه كان عندها مشط زي كذا في الجيب وزي كذا، فتدور مشط، فتقول يا اخي نسيت مشط وزي كذا، بالله عندك مشطك مشط وما ادري وش وزي كذا. فهي تقول لها لا والله ما عندنا مشط يا اخي، شوف زي كذا انا مهم زي كذا يعني. فسبحان الله في لحظه هذه كانت تدور المشط، فقالت لها خلاص روحي شوفي انت في الغرف هذه تحصلين شيء ولا شيء، اكيد اكيد في بنات كانوا قبلك هنا ولا نسوا مشط، دوري يعني. تدور قاعد داس تدور الا سبحان الله مرت على نفس الغرفه اللي كانت فيها الحرمه اللي يعرفونها، الا سبحان الله تشوفها تسمعها تقولها انت، تسمع الحرمه تكلم ناس، بنت يعني بنت من بناتها تسمع حرمه تكلم ناس، وكان الصوت يعني تقريبا عالي، صحيح انها كان على السماعه الداخليه بس كان صوت يعني برضو واضح. طبعا النكش كان الاوضه يعني كانت يعني ساكنه، ما كان في حتى ما كان في شيء شغال، ما كان في مكيف شغال، ما في شيء مشغال. ففعلا سمعت صوت تقول لهم يلا يلا وينكم، انا مستنيك وانا بسرعه، وينكم تاخرتوا علي وزي كذا، ترى البنات عندي وزي كذا. تسمع صوت رجال، تستغرب بنتي يلا تتاخروا علي، انتوا اخرتوا علي، ابطيتوا، وينكم زي كذا. ثاني تستغرب، ثاني شوي يقول طيب ثاني ترجع ثاني مره، لا ما خلاص تسمع، تقول تسمع هم يقولوا لها احنا خلاص احنا في الطريق، تسمع بصوت بطيء واطي لكن تسمع يعني تقريبا انه خلاص احنا جايين في الطريق، بس دقيقه شوي في جاره زحمه وكذا جايين في الطريق. الا البنت تسمع ذا الشيء وتسمع في رجال جايين وزي كذا، الا خافت تركض 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 عين امها، امي 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 الحقيني ايش فيك يا بنيتي ايش فيك يا اخي، والله يقولون في رجال، تقول لهم يلا وينكم مدري وشو، هذه بنت حرمه هذه مو مرتاحين، قالت تقول لهم يلا في رجال تعالوا بسرعه يعني، قالوا بتجيب رجال وزي كذا رجال. طبعا الحرمه خافت، جين سامعها من جد، اي والله تقول رجال بسرعه، تكون قصدك لا تقول اسمع صوت الرجال، تقول احنا جايينكم الحين في الاستراحه، انتوا وينكم زي كذا. طبعا امهم الكبير تسمع الكلام هذا وخلاص كذا اسمها انتفض، يا ولد يا بنتي الحق، طيب يلا يلا شيل العده وشيل الاغراض يلا بسرعه يلا ويلا يشيلون الاغراض وهم يلفون ويرجعون يلبسون عباداتهم وذا وش يلبسوا ذا، وخايفين وناظرونها وناظر وذيك تنطلع من الباب لا تجي الحرمه ولا شيء، ويلا يركضون. وفعلا شوي يلا حبه شوي الا طلعوا من بابا الاستراحه، طلعوا كذا شوي راحوا بطلوا واخذوا اغراضهم وخايفين ويركضون. وطبعا هي حرمه كبيره ويلا تركض امهم وهم يركضون، يوم يلا بالله بسرعه بيجون الرجال وذا ومدري وش، ويركضون الا سبحان الله طلع لهم الحرم كانها حست انهم طلعوا ولا شيء ولا شيء، رجعت الغرفه تبي تشوف ما في احد، طلعت شافت لقيتهم تقول لهم تعالوا وين رايحين، تعالوا ترى هنا جايين ومدري وش. فالحرم حست كذا فشويه نادي تعالوا وين رايحين وتنحاشوا زي كذا. طبعا هم ردوا عليها وراكدين وخايفين، ما راضوا حتى ما شافوا وراهم وراكدين، الا الحرمه شوف دقه مسك التليفون قاعد تكلم، شكلها كلمتهم انهم الحريم طلعوا وزي كذا يلا الحقوهم وزي كذا. وراكدين سبحان الله، ركضنا احنا ما ندري وين رايحين، بس هم راكدين وخلاص راكدين لين كذا لقينا سبحان الله شارع كذا، وكان في شارع مو عام يعني شبه كذا يعني، كان بس يمر فيه سيارات، الا شوي حصلنا تاكسي بس وقفنا، بس احنا ما ندري وقف وقفنا حتى وقفنا في وجهه خلاص يعني يا يصدمنا يا يوقف ما عنده، ووقف طبعا كان باكستاني التاكسي. وفعلا
ركبوا معها، والله ركبوا ما يدوا بس ركبوا معها، حتى ما سالوه وين، حتى مستغرب يعني، ما قال لهم وين مشوار شيء، ما قالوا، قال لهم امشي 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 من هنا من المنطقه دي امشي امشي، قالوا لك وخايفات وبذا ويرجفون ويتنافضوا كلهم، وناظروا شوي ولا شوي التاكسي وين 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 وين، روح انت وين، ايش يركب وين هذا، انت وين يركب انت، ايش على طول ركب كذا، وايش مشكله، ايش ليش وين، ما في لازم انا معلومه ايش مشكله، كلام يلا يا صديق صديق يلا روح سرعه سرعه سرعه، والله مشكله كبيره امشي. طبعا جالس الباكستاني يحاول يفهم ذا، يلا فتح السياره وركب الا شوي وتحرك الا شوي، شوف لا جيب ابيض الحق وراه، جيب ثلاث اثنين جيب وسياره، اتوقع سياره صغيره الحق وراه. وطبعا الباكستاني ما يدري شو الموضوع، بس من شاف انهم يركضون وراه ويحاولون يحدونه زي كذا، حتى هو ركب دعس السياره وركض ركض 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 يعني مسرع، وهم يلحقون وراه ويحاولون يدفشون، بيبي وقف وقف يا اخ وقف، ويشوفون رجال وكذا والحرم خايفات في السياره، خلاص يبكون يصيحون مدري وشو ويبكون زي كذا. الا شوي دق واحده منهم، دقت على مين، ابوها، دقت على ابوها في الدوام، يا اخي نحن مدري وش الحقنا، انت وين مدري وشو، يا الحقنا مدري وشو، تفتح على الحين حاول تعال الحين الحين، بيلحقون علينا وبيورانا ومدري وشو، خايفات. طبعا التاكسي طبعا ماشي ولا عليه، يعني هو بس ما يدري شو الموضوع، بس في نفس الوقت حاس في خطر، شايف واحلى شيء التاكسي ما وقف، مشى على طول، ما تحاول وقف، ذا الميزه، لو وقف ولا شيء ولا سمع كلامهم كان صار مصيبه، هو على طول استمر، ومعناه كان يدفون سيارته يضربونه من ورا وذا وما في، الين سبحان الله لقى له شارع عام، دخل من اكثر من شارع، ما كان كان الشارع اللي عليه كان ذاك شارع صغير كذا، مش شارع عام بس شارع يعني، يعني في سيارات قصيره بس مو شارع كبير، يعني الشارع العام اللي يكون فيه سيارات كثيره مليانه، يكون ذيك في سيارات على سيارتين بس. وفعلا طلعنا من الشارع، اول ما طلعوا سيارة رجعوا كلهم وراحوا، راحوا ورا يعني، رجعوا رجعوا كذا. اول ما رجعوا طبعا التاكسي مستمر في طريقه، طبعا دقوا 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 لابوهم، وابوهم طبعا قال له خلاص دقوا على الدوريات وانا بحاول الحقكم زي كذا، وفعلا دقوا على الدوريات وجات الدوريات طبعا لذا، ووقفوا التاكسي. طبعا هم ذيك رجعوا شباب، اول ما راح الشارع عام خافوا ورجعوا، وهو ايش كمل طريقه، وفعلا جت الدوريات والمرور وقفوهم وشاف السالفه وكانوا خايفين مدري وشو. طبعا سالوه من تعرفوا شيء على السياره، شفتوا السيارات شفتوا لوحات، قال والله ما نعرف شيء، احنا جينا وعنياتنا وفي حرمه قالتنا، هم بس وصفوا لهم كلموهم عن الحرمه وراهم اسمها ايش وزي كذا، وقال خلاص نحن نشوف الموضوع ذا. وطبعا جاء ابوهم لحظه بلحظه، جاء اول ما جاء قال انت وين يا اخي، انت وين انت وين، شوي دموعهم في الارض، والا يمسكون كل البنات يحضن ابوه، يحضنهم كله، يبكون بكي، يبكون يبكون بكي غير طبيعي، شافوا رعب رعب، اعوذ بالله، انت وين انت وين رحت وما ادري ايش تاخرت. طبعا هو ضماهم ومسكهم وقال لهم طيب ما تعرفون منين، قال والله ما نعرف شيء، احنا جينا على امل، كنا مفكرين انها جايبه اقربائها في استراحه وحريم، ما كنا ندري انه جايبه رجال ولا يعني. فهذه القصه اللي صارت، الحمد لله طبعا طبعا قدروا يمسكوا المرأة هذه، قدروا يمسكوها واحترفوا على الشباب، والحمد لله قدروا يمسكونهم والأمور تمام، الشرطة طبعا ما قصرت، اهتموا بالموضوع هذا، وفعلا قدروا يترقبوهم وقدروا يترقبوا الحرمة، والحرمة جابتهم كلها وشافوا الاستراحة وشافوا أي شيء من هذا يعني، الحمد لله. وفي النهاية أنهم الحمد لله اتمسكوا وانسجنوا هذه الشباب اللي كانوا عايزين يسووا شيء ما كويس للبنات. فانتهت القصة على كذا. طبعا أنا حاب أنا أقول شيء قبل نهاية القصة، إنه ما أي أحد تثقوا فيه، حتى لو جلست مع فترة ما أي أحد تطلعوا معه، ما أي أحد تروح معه، خصوصا أنت جايين مثلا من مكان ثاني وأنتوا حريم وكذا، ما تثق فيه أحد إلا أحد قريبكم مرة، حتى لو رحتم ما تروحوا لحالكم، يعني لو تروحون بتروحوا مثلا مع جيرانكم مع ناس أنتوا تثقون فيهم، لكن مع أي حد مثلا امرأة غريبة جات مثلا، فهذه انتم ما تروحوا معها مهما كان، لان ما تدري ايش يصير، حاولوا تعذروا لها، لو صارت حاولوا تعالوا استضافوا بيتكم، هلا تيجي بيتكم تزوركم اي شيء، بس لا تروحوا معها اماكن استراحات، خصوصا استراحات وهذه الاشياء هذه فيها شبهات وفيها مشاكل كثير. طبعا انتهت القصه على كذا، واتمنى انها نالت اعجابكم، واشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله. لا تنسونا من اللايك والشير، السلام عليكم. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable.